مباراة بكرة مباراة مدربين، يعني الأدوات موجودة داخل الملعب لدى كلا الفريقين، يمكن حتى الظروف الهلالية يمكن أفضل من مواجهتهم السابقة اللي في البطولة العربية، بوجود على الأقل دكة ولاعبين في الدكة قد يغيرون يعني مجرى المباراة في أي لحظة، وقد يغيرون تكتيك المدرب في أي لحظة على حسب نتيجة ظروف المباراة. نشوف سلمان الفرج اللي عاد يعني المباراة الماضية، قد يكون أيضا كأنه أحد الأوراق اللي موجودة في الدكة، أو ميشائيل حسب من يعني راح يلعب. فأكثر من عنصر، ثلاث عناصر أربع عناصر موجودة في الدكة باستطاعة يعني خيسوس أنه يوظفها متى محتاجها أثناء المباراة حسب نتيجة المباراة. تتفق مع الكابتن أحمد مجدي أنه غدا هي مباراة كنو، يعني أو مباراة لاعب بمواصفات كنو، إذا فعلا تريد على الأقل أنك تلعب على نقاط القوة الاتحادية اللي هي في التحولات السريعة، لازم يكون عندك لاعب فكاك، لاعب سريع مثل الكنو، هي الميزة الوحيدة اللي موجودة يعني في وسط الملعب الهلالي ما يمتلكها اللاعبين الآخرين. الاتحاد يمكن تحولاته السريعة، الصدارة أيضا الحالية، الانتصارات الأربع، الفريق منتشي، لاعبينه في قمة مستواهم، ترى في أمر ونقطة هامة جدا قالها أبو نايف، أنه اللاعبين فعلا اللي تحت الضغط هم اللي جالسين يتألقون، هم اللي جالسين يسجلون. هنا تتحدث أنه فعلا يعني حتى الأحاديث اللي في الاتحاد والدور حول اللاعبين وانتقالات اللاعبين أنها مسيطر عليها، ما لها علاقة في الأجواء الحالية. نشوف رومارينهو جالس يبدع، كورنادو جالس يبدع، نشوف أيضا جروه اللي كان في أحاديث كلين شيت، تشوف الحمد لله اللي كثر الحديث حوله حول المشاكل وهو اللي قاعد يسجل في كل مباراة. هذا دليل أنه في سيطرة حتى اتحادية فنية، وسيطرة بيد يمكن المدرب على غرفة الملابس، على أجواء اللاعبين، على تدريب الفريق. كل هذه العناصر يمكن قد تساعد الاتحاد بكرة للفوز.